بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على حمل رايتك، راية الإسلام يا حنان يا منان، لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. آمين يا سميع يا عليم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأمر الأكبر. فلما نجاهم، أي المولى لسميع الدعاء، ولو من منافق وكفر هو ملحد، نجاهم إلى البر، فمنهم مقتصد، ثم لقعد بين بين، وثم لها يعني مذبذب إلى هؤلاء ولا هؤلاء، ولقعد على كونهم التزموا بما قالوه. أنا عارفوا للدرس هذا كم ما يلزمش تلعب بيه، وبعد إنكار يعني سحق عندك الشربة، شد صحيفك، الطريقة دي كان السلوك اللي فعلا ما خليكش تزيد نهار آخر تتحصر في أزمة. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا، ما يكفر وينكر ويتعو بعيدا عنه، وما يجحد بآياتنا إلا أشكنوا ما يجحدوا آيات الله، ما يحبوش يراو ويستفادوا منها وياخذوا منها درس، وتكون هي أداة القرب من الله وأداة قبول الاستغفار ولا زوال أي أعذار. أنت صلحت، عرفت، فالزم كما قال قائدنا الأعظم عليه الصلاة والسلام.